ما هو من اللي بشوفه بيجرى لي في البيت ده. حرام عليك يا بابا، البيت ما فيهوش مليم. فوق يا بابا، الارض راحت خلاص. اخلص، دي ارضي وحقي. ايوه بس احنا جايين نتبهدل. صلاح يا صلاح، انت يا احمد في ايه؟ الناس سامعيننا هنتفضح. خليهم يسمعوا، هتسمعوا ابني الكبير وهو عمال يزعق في ابوه، فاكرني عيل من العيال الصغيره اللي بيسرح معاهم. الباشا بيحاسبني على الفلوس اللي بصرفها في القضيه وفي المحاكم. مش عارف اني بعمل ده عشان مستقبله ومستقبل اخوه. انا هو مستقبل ده؟ عايز تقف قدام الحكومة؟ عايز ترفع قضية على البلد؟ أنهي مخ في الدنيا يقول كده؟ وما أمشي قدامهم ليه يا ابني؟ ده حقي. حقك أه، حقك. حلني بقى. أيوة حبيبي، شوح لي وأنت ماشي. شوح لأبوك. خلاص بقى يا صلاح خلاص. يا أبو حميد. إيه بقى؟ إيه يا إكس؟ بتضحك كويس ولا سرحان وبتهجص؟ لا والله، ده أنا قاعد بقالي ساعتين على الكتاب أهو زي ما أنت شايف. ياض مش بالساعات قلنا، بالتركيز. فتح مخك والنبي ما تعملش زيي. انا اشتريت دماغي من الاول ولبست. يا ريتني كنت عرفت اشتري دماغي زيك من زمان يا اكس. اوعى تفكر كده. يعني عاجبك قوي اللي انا فيه؟ عاجبك قوي اللي انا فيه؟ وايه اللي انت فيه؟ هو مين في الدنيا ما يتمناش يبقى احمد قاسم؟ يخرب عقلك يا حمار، انت مصدق الزفه والناس اللي ماشيه ورايا دي؟ يا ابني كل ده فاكس. اول ما الواحد يقع ولا يتشد الناس دي كلها هتنفط. انت لنفسك يا حماده، ولا انا ولا ابوك المجنون اللي بره ده ينفعك. انت لنفسك وبس، انت فاهم؟ ايه توريني بتذاكر ايه؟ ده بيولوجي. ايه الكتاب ده كله يا ابني؟ من فين ملزمت الدرس؟ لا درس ايه يا اكس؟ انا ما باخدش درس بيولوجي. نعم يا حبيبي، ما بتاخدش ايه؟ عايز تعدي وتقفل بكتاب الوزاره؟ انت عبيط يالا. ما انا هفهمك يا اكس، هفهمك. اصلا انا قلت لماما وهي قالت لي هقول لابوك ولما يشوف هيبقى يرد عليك. اسمع، بكره تروح السنتر اللي جنبنا وتشوف احسن واحد بيدي البيولوجي بتاعك ده وتقدم معاه. بكره اول حاجه تعملها. سامع ولا اديك على بوزك عشان تفتكر؟ ما انا اكس لازم ادفع الاول عشان اروح اقدم. لا 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 ما تقلقش، السنتر ده خيرنا مغرب. انا هكلم محمود عشان يحجز لك دلوقتي. عارف لما رحت سامع فيك ايه؟ عارف لما رحت سامع فيك ايه؟ عارف ولا مش عارف؟ عارف عارف عارف. انت احسن من اكس الف مره. أحمد، أنا بحبك أوي. وأنا كمان بحبك أوي. امسك نفسك يا دكتور، مفيش راجل بيعيط. أنا آسف. حصل خير، حصل خير. هو أحمد كان خلاص كفاية عليك النهاردة عشان تلحق صحابك. يلا. طيب حضرتك عايز مني حاجة تاني؟ لا لا، ما عاوزك هكلمك. السلام عليكم. اتفضل. دكتور قاسم، ركز في مذاكرتك ومالكش دعوة بحد. يلا دكتورة مستنياك. على إذنك. يا حسن، ايه الاخبار؟ يعني لا 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 لا، انا عايز اخش المكتب الاقي حسام المصري مرسوم قدامي. زمان البوليس دلوقتي بيدور عليك. بقول لك عم طارق، انا مش ناقص النايمه، ما توترنيش اكتر من كده. في ايه يالا؟ انا معاك مش عليك. انا مش عايز محمد طارق، مش عايز ادخلك في موضوع انت مالكش علاقه بيه. ما بقى ليه علاقه خلاص، ما انا معادك عندي في البيت اهو. يعني لو طبوا عليا هيبقى اتدخلت معاك رسمي. ما تخافش عم طارق، مش طول عليك، انا يومين كده بس ادبر اموري واخلع من هنا. وتخلع ليه؟ لما انت ما عملتش حاجه اساسا. خايف من ايه؟ خايف ان احمد قاسم لو طلع بتاع مخدرات انا هلبس معاه. ولو حلفت 100 مره محدش هيصدقني. وحتى لو طلع ان ملوش علاقه، اللي عمل فيه كده اكيد هيعمل فيا كده، وانا يا طارق مش هستنى واقف اتفرج. يا اخي الاوضه دي ياما لمت. فاكر الواد قاسم الله يرحمه لما كان بيجي نقعد نذاكر هنا؟ يا اخي عمري ما فهمت، عمري ما فهمت. كان بيجي يذاكر معانا ليه؟ والله كان بيقول لي الوحدة. كان دايما يقول لي انا حاسس ان حواليا ناس كتير بس دايما حاسس اني لوحدي. دلوقتي فهمت بقى ان هو كان تعبان في نافوخه. اه والله، اصل انت ما تعرفوش، انا فضلت معاه سنين صبح وظهر وليل، فجأة بيتكلم بشخصية، مرة واحدة تلاقيه بقى واحد تاني خالص. انت في ايه بتبص لي كده ليه؟ حسام يا مصر،
اخر مره هسالك، انت ليك علاقه بالمخدرات اللي هو في الكامب؟ ماشي، كنت عايزك في موضوع كده. ايه ده يا ترى؟ مين طالبين بيرة دول ولا ايه؟ مساء الخير. كملت. خشي خش. استاذ طارق موجود؟ ايوه موجود. وطي حسك عشان محدش من الجيران يسمعك. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا طارق؟ عامله ايه؟ انت فين يا عم؟ انت قلبتها اداب بقى شفتات بالليل ولا ايه؟ اداب ايه وزفت ايه؟ يلا روحي، يلا مش خلاص شغل، يلا روحي. يوه، هو المكتب يعني لما يبقى له حس كده هو انه يبقى حلو تمشيني؟ فلح بس تقعدي مع عم حسين وعم جمال وخيريه الغضبانه. خيريه الغضبانه؟ مين خيريه الغضبانه دي؟ انا عارفه بقى. عموما انا كنت ماشيه اساسا كده كده، ما تنساش تطفي النور. ماشي؟ ماشي. انا مش عارف مين اللي شغال عند مين، انا مش عارف. ده ايه الكائن ده؟ دي اللي لقيتها يا ليلى، على قد فلوسي، حاجه 300 كده. عامله ايه يا ليلى؟ انت اللي عامل ايه؟ انت فين؟ بكلمك من الصبح وببعت لك مسجات، انت مختفي ليه؟ في ايه؟ ازيك يا لولا؟ ايه اللي جابه هنا ده؟ خلاص؟ عملت اللي في دماغك؟ ارتحت؟ موتته وخلصت منه؟ بس كتر خيرك انك انت ما جيتش الجنازه، على الاقل طلعت راجل جونتي. ايه رنتي في اي كلام ملوش لازمه؟ لحد ما عندك ده يوديكي في 60 داهيه. انت عارف كويس قوي انه مش عند، انت عارف ان انا عندي حق، وانت السبب في كل ده، انت اللي دخلته في موضوع الكامب وخليته يسيب البيزنس الناجح اللي هو كان عامله معايا. ايوه طلعي كل السواد اللي جواكي كمان. حسام استنى يا طارق. انت اللي همك احمد قاسم ولا حسام ولا زفت؟ انت كل اللي حرك الشركه اللي كانت هتبوظ والفلوس اللي راحت منك. اتكلمي ما تخافيش، ده طارق مش حد غريب. انت من الواضح ان من كتر القرف اللي جواك انت فاكر الناس كلها بقت زيك. انا على الاقل ما رحتش اتفقت مع محمود الترابيلي على احمد قاسم. محمود الترابيلي؟ ايوه طبعا، الاستاذ راح اتفق مع محمود الترابيلي. انت فاكر ان قاسم ما كانش هيقول لي ولا ايه؟ انت مش صاحبه الوحيد على فكره يا حسام. ايه يا حسام؟ ايه علاقه الترابيلي بقاسم؟ الترابيلي ايه؟ هو قاسم ده حواديته ما بتخلصش حتى وهو ميت يا اخي. ليلى، ايه موضوع الترابيلي ده؟ ما تسال الاستاذ. ايه يا حسام؟ ما حد يقول لي. ايه الاخبار؟ في واحدة سعادتك جت من ساعة مع حسن بيه ومستنية حضرتك في المكتب. عند جوه؟ ايوه يا فندم. مدام سارة. أنا آسف، فعلاً آسف. بس أظن جو التحقيقات ده مش جديد عليكي، مش كده؟ كده. بس أنا أول مرة أجي مباحث مخدرات، أنا متعودة على السياسة. مفيش فرق، الاتنين إدمان. في فرق كبير بين إنك تدمر حقوق الناس وإنك تدمر فيهم. لا لا لا، مش هنتكلم في السياسة. مدام سارة، أنا سألت كريم جوزك على مكالمة يوم الثلاثة الصبح، لما عرفت إنها من تليفونك. ما رضيتش أقول له على مكالمات الشهر كلها. ست سبع مكالمات في اليوم. مش كتير شوية على صاحب جوزك. اشرب مية. مش كتير على حد زي قاسم. كفاية انه كان صاحبنا الوحيد. كان بيسمع لنا كلنا. لما كنت تتكلم معاه كأنك بتتكلم مع نفسك بالظبط. ولما كان الكلام بيخلص كان الرد بيبقى وصل خلاص. وايه الرد اللي كنت مستنيه من قاسم؟ قرار جوازي. كان صح ولا غلط؟